الإنشاء، كل ذلك يعني يعنى بتربية النشر في هذه المستوى، في هذا المستوى العريق من جامعاتنا. نحن هنا للإشراف على جائزة الأخ رئيس الجمهورية للقاء الطلاب في دورتها الخامسة، والآن احنا هنا في هذه القاعة شاهدنا كثير من الأعمال الفنية التي يقوم بها بعض طلابنا وطالباتنا. نشهد أن هذا العمل عمل جميل وربما يمكن يعني يرتقي لمستوى الإقليمية والدولية. سرا أن الذين يرسمون هذه الرسومات التشكيلية الفنية الكبيرة المتنوعة ليسوا هم طلاب فنون بقدر ما هم أطباء وصيادلة وقانونيين وناس عندهم مجالات أخرى أكاديمية غير الفن، وبالتالي هذه تكمل شخصية الطالب. أن نريد الطالب أن يكون زول بس يعني زول أكاديمي بحت، بل عنده ملكات وعنده مواهب وقدرات ربنا وحوله، وبالتالي احنا هذه الفرصة الجامعة ممكن تأهل الطالب وتمكنه بأنه يطور هذه المواهب وملكات الطالب الفكرية العلمية الإبداعية كلها. وبالتالي نشكر الأخ رئيس الجمهورية أنه تبنى هذا العمل وجاءت جائزة كبيرة جدا تعطى لهم في نهاية مارس بإذن تعالى. فخور جدا أن هذا العمل قد ارتقي إلى المنافسة القومية الكبرى، ولربما جامعة شندي تجي في ريادة هذه الجامعات في هذا المجال الكبير. شكرا جزيلا. نعم بروفا، ولعل يعني دورة الجامعات